بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة بيجان بيو بيرماكولتور للزراعة المستدامة، الزراعة البيولوجية. هذه عقل للزيتون كلها يمكن أخذها وزراعتها من جديد، لكن العقل يجب أن تكون خارجة من الأرض، ليس في الجذع، خارجة من الجذع، وإنما تكون خارجة من الأرض التي تشد في الأرض. فكل هذه العقل التي تشد في الأرض يمكن أخذها وزراعتها من جديد. مثل هذه مثلا، هذه تخرج من الأرض، يمكن أخذها وأخذ معها الجذور وزراعتها من جديد. لاحظوا مثلا هذه العقلة لن تنجح، وهذه لن تنجح، بينما العقلة التي هي في الأرض مباشرة هذه تنجح، يمكن أن يأخذها الإنسان ويغرسها فتنجح 100%. لاحظوا مثلا مثل هذه البراعم كلها نسميها الجياع، كلها التي تخرج من جانب الشجرة والتي يمكن أن تؤدي إلى قتل الشجرة، يمكن أخذها والاستفادة منها وزرعها من جديد كعقل جديدة لنفس الفصيلة. كذلك هذه فروع خرجت، فروع التي قلنا نسميها الجياع، والتي إذا استمرت دون إزالتها يمكن أن تقضي على الفرع الرئيسي للشجرة. إذن يمكن الاستفادة من هذه الفروع وأخذها وزرعها. هذه لشجرة الشفرجل، شجرة الشفرجل. هذا الشكل من الفروع نجده في كثير من الأشجار، نجده في التين، أشجار التين، أشجار الزيتون، في أشجار الرمان، وكثير من الأشجار تخرج لها فروع. إذا لاحظوا هذه شجرة الزيتون البري تفرعت إلى هذا الجزء، وأريد أن أخذ هذا الجزء وأستفيد منه. إذن يجب أخذه بجذوره، إذا تم تقطيعه يجب أن يؤخذ بجذوره بهذا الشكل، وسنقوم بغرسه ونرد التراب. نرد التراب على هذا. وسيبقى فرع واحد لشجرة الزيتون البري. إذن هذه سأضعها في أصيص.
هكذا إذن تكون قد ربحت شجرة بهذا الشكل وبهذه العملية. هذه الطريقة بأخذ العقل طريقة ناجحة وناجعة، وهي طريقة مجربة. كل العقل التي أخذتها بهذه الطريقة خاصة في الفصل البارد تنجح 100%. لماذا الفصل البارد؟ لأن في فصل البارد تقوم بنقل كل الأشجار بالجذور من مكان إلى مكان دون أن يلحق بها الأذى. فإذا هذه الطريقة تدخل بهذا الشكل، يعني كأنك تنقل جزء من شجرة من مكان إلى مكان آخر، وهي ناجعة ويمكن استعمالها في جميع الأشجار، حتى مثلا بالنسبة للخروب كل الأشجار يمكن أخذ العقل لها بهذه الطريقة، والله ولي التوفيق. وبذلك إخواني أنتهي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.